غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله هذا اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة رسمية تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال قمة الدولة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن تغير المناخ كوب 28، وكان في مقدمه مودعي جلاله الملك المعظم لدى مغادرته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه.